بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية تعديل الدرجة النهائية للتقرير مثلا من 20 إلى 25، وكذلك تعديل الدرجة النهائية للواجب من 4 درجات إلى 5 درجات، أو تعديل أي درجة نهائية كنت عملتها بالغلط لواجب كورقة عمل أو للتقرير. هنيجي من الواجبات، وهنختار التقرير أو الواجب كورقة عمل، وهنضغط على تحرير، وهنيجي عند النقاط نعدل الدرجة، وهنضغط على تحديث. تتعدل الدرجة من 20 هتصبح 25، وهتوصل رسالة للطلاب بذلك. لو انت عندك طلاب حطت لهم درجات على القديم ممكن تعدلها وتعمل لهم ارجاع مرة اخرى، هتوصل لهم الدرجة الجديدة على التعديل الجديد. وهذه الطريقة تصلح في التقرير او الواجب كورقة عمل، ولا تصلح مع اختبارات فورمز. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.